Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang Fif Safara Setiadi, kelas 6 SD Muhammadiyah 1 GKP Gresik. Hari ini saya akan membacakan surat Abasa, Al-Duha dan An-Nisyroh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla aja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man jaaka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talahha kalla innaha tadhkira fa ma syaa suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aidi safarah kiramim bararah kutilal insan ma'akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yassarah summa matahu fa'akbarah ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَدْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبصرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضها والليل إذا سجى ما ودك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فلسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب.
Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.